أكيد سالي، أما هلأ فرح نكون مع ذاكرة سمعية وبصمة صوتية كتير مميزة. أكيد دايما منقول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل أكيد بيزداد قلقه مع الأناشيد يلي فعلا ربينا وتعودنا عليها. كتير من الأناشيد المميزة رح نستمع إلى مع العازف والمؤلف الموسيقي طارق صقر. يسعد صباحك، يسعد رمضان كريم. صباحكم، رمضان كريم عليكم وعلى كل عام الجميع وأنت يا رب، بخير. وانت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم أكيد عليك طارق. بداية كيف بدنا نصبح على مشاهدينا؟ هلا بالبداية بنصبح بأنشودة هيك بالذاكرة، يعني تفضل. كنا نسمعها بصوت الله يرحمه توفيق المنجد. تفضل. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. موجودة بالذاكرة دائما، كنا أكيد نسمعها بكل الأوقات، على الفطور على السحور. صحيح، تماما. يعني فرح مثل هيك أناشيد كمان مثل أي جو برمضان بتبعث شعور الطمأنينة، قد إيه حلوة هيك بتذكرك بشغلات قديمة وذكريات. أكيد صار كيف إذا كان العود، دائما بيقولوا العود حنون، تماما. فقد فعلا هذا الشيء بيزيد من هذا الشعور يلي وصلنا انا وسالي. صحيح. هلا تماما، هو صوت العود هو هي طبقه الالتو يعني بسموها، بيعطي هذا الدفى، بيعطي هي الحنيه، بحس مثل ما قالت تماما بالاطمئنان، يعني بتحسي بالامان. صحيح. يعني اذا بدنا نقول عن الموسيقى، يمكن هي ما بتقل أهمية عن أي آلة توثيق اليوم، سواء من الأفلام أو المتاحف، فيها توثيق للتراث بطريقة فعلا كتير مميزة وكتير محببة. فكيف إذا كانت هي بتاخذنا لعالم تاني وبتحررنا شوي من تماما. هذا الشعور يلي تماما. يمكن والضغط يلي بنعيشه كل يوم. الموسيقى هي من أرقى الفنون، يعني مثل ما بيقولوا إنه الشعر هو ذاكرة الشعوب، الموسيقى كمان هي ذاكرة الشعوب، هي بتحمل معاناة هذا الشعب اللي عاش فيه كل خلال مسيرته. يعني بتشوفي انت مثلا بالاغاني الوطنيه كمان تسمعي انت المعاناه اللي مرق فيها هذا المجتمع، بالشيء الديني كمان تسمعي الفكر اللي بيحمله، الفكر الديني اللي بيحمله. نعم. دائما ثقافه كل شعب بتكون موجوده طبعا، محموله على بالفنون طبعا. اكيد. نعم طارق، يعني بيقولوا إذا تكلمت الموسيقى أو إذا تكلم اللحن كل شيء في شرور بالعالم تضطر إنه تصمت. كيف إذا كانت أناشيد خلينا نقول هيك روحانية، أناشيد رمضان دائما
وغير مناسبات تحمل شيء من الروحانية. خلينا نسمع شيء. طيب نسمع شيء هيك صوفي أكثر. تفضل. يعني تقاسيم مقام فضل. الحجاز. حجاز كار من الدوم. عم تعزف كنت عم بسأل حالي انه اليوم اغلب الفنانين خاصة خلينا نقول الشباب بيلجأوا مثلا للاغاني الدارجة هلا بيلجأوا انه ينشهروا بطريقة اسرع، فبتحس طارق انه هي الاناشيد يمكن بتشبهك اكثر؟ قد ايه بتحس انه انت فعلا اخترت الطريق الصح؟ هلا بجوز الشخصية لها دور يعني اكيد ايه او التربية كمان التربية لها دور يعني هلا في شيء انت بضل بالذاكره يعني هو اللي بيبني الشخصيه. انا ما تعودت اني مثلا اسمع يعني ما بتذكر اني مره رقصت على غنية او هيك ما زبطت معي حسب الشخصيه يعني. شو يعني بتحس بالاناشيد هي؟ هلا انا اشتغلت مع فرق الاناشيد الدينيه، اشتغلت مع فرق الدراويش الشاميه تقريبا شيء 4 سنوات مع الاستاذ جمال السقب. كنت نوط لهم الاناشيد الدينيه او التواشيح بسموها. الموشح هو بيكون غزلي، يعني الموشح اللي هو بيكون غزلي، التوشيح اللي هو بيكون المديح ايه الديني تماما. بقى كنت اشتغلت معهم تقريبا فتره شي 4 سنوات. نعم. اعطتني كثير خبره كمان. الغناء الديني بالشرق كمان مأخوذ من السرياني، يعني هو عمره آلاف السنين، مو مزحة القصة يعني. كتير من الأناشيد الدينية الإسلامية أصولها سريانية. حلو، يعني هذا الشيء بيدل عن أنه سوريا، من سوريا طلعت الثقافة واحدة. لكان يعني أنت يمكن أضفت لي معلومة جديدة، أنا ما بعرف أنه أصلاً سرياني. يعني لكان هو اغلب الاناشيد فيها هذا الطابع السرياني. نعم. هي الموسيقى السريانيه. هذا الشيء ما فيك يعني هذا موجود بالذاكره، يعني انت ما فيك تنسخيه عن المجتمع يعني. فكتير استفدت من هي المده اللي انا قضيتها في معهم، وعندهم كتير دقه، عندهم كتير تنوع، عندهم كتير جمال بالطرح يعني. كتير حلو.
يعني كمان طارق خلينا نحكي اليوم عازف مثل حضرتك عنده مخزون، عنده خبرة ما قليلة أكيد، خلينا نحكي شوي عن أهم أعمالك اللي قدمتها وعن خبرتك. هلا الأعمال اللي قدمتها، قدمت عملين وطنيات، بضاعة الشمس وبريت وطن السلام، عملت شوية أغاني هيك تقطيع يعني ضروري أغاني هن ثلاث أغاني، في قطع للعود، قطع يعني بسموها موسيقى آلية للعود. نعم. هو اهتمامي الأكبر أنا بآلة العود، إني أقدم آلة العود بشكل أنا بدرس من لما كان عمري 16 سنة، فعطول حتى أنا لما بدي أعزف بحاول إني يكون اللي بده يشوفني أو يسمعني يحاول يستفاد قدر الإمكان من إني بحاول إني أشرح مدى الآلة دائما، يعني بيكون هذا الهاجس. تمام طارق، أنا بعرف قصة العود معك، حكيناها بالقبل كيف كان على ظهر الخزانة يرتفع العود. لهيك أنت هلا بحكي لك اليوم، بحكي لك عن أمي لما كانت تفيقني على مسحراتي إنه استنى إن مسحراتي ليجي بلكي بتسرق لك العود من ظهر الخزانة، لهيك بدنا نسمع شيء هلا من العود اللي بتحبه أنت. طيب يعني هلا هي حاولنا أن نقول قبل حجاز كار، هلا بنشوفها شوي على الرست. يلا كثير مميزة وكثير حلوة، وهذا الرتم السريع كمان بيجدد الشعور. هلا هو في تصاعد يعني تماما، كيف بدينا وكيف ختمنا يعني. تمام حلو كثير. سالي الحلقة اللي جاية بدنا نسمع من التقطيع اللي كان عم يحكيون، يعني يمكن ما هو تقطيع بس بالنسبة لهذا الجو اللي نحن يمكن موجودين فيه هو بيختلف شوي. تماما تماما يعني. طارق شكرا كثير لإلك، شكرا لهذا الجو الحلو يلي ضفت لنا إياه على صباحنا. خليك يا رب. شكرا شكرا كثير لك طارق، ان شاء الله هيك بيكون لنا وقفات تانية، ان شاء الله هذا الفن الملتزم خلينا نقول يضل نجمه ساطع لجميع محبيه. اكيد دائما
الأشياء العابرة مثل ما حكيتي فرح، الأغاني هدول العابرة بتعبر، بس يلي بيبقى هو الشيء الأصيل. شكرا كثير لوجودك. شكرا لكم.